determine the reactions at the supports. عندنا A ده هنج فعنده A Y و A X. هنا ما فيش غير B Y لأن رولر أو روكر اسمه. طيب سيجما احنا ده ثلاث معادلات للاتزان لأي جسم طبعا في التو دايمنشن. سيجما الاف اكس بتساوي صفر ده الاتجاه الموجب، سيجما الاف واي يساوي صفر اتجاه الموجب لفوق، وسيجما المومنت يساوي صفر واتجاه الموجب عكس عقارب الساعة. تعالوا مع بعض كده بالنسبة للاف اكس، اي اكس يمين فموجب، خمسة يمين فموجب يساوي صفر. استنتج ان الاي اكس بيساوي سالب 5 كيلو نيوتن. ده اول رياكشن. الرياكشن او يعني المعادلة الثانية هنقول فيها ان اي واي لفوق والبي واي لفوق ناقص 6 ناقص 8 يساوي صفر، وبالتالي هطلع منها بمعادلة فيها مجهولين ان الاتنين مع بعض يساوي 14 كيلو نيوتن. ما حلتش لغايه دلوقتي حد فيهم. تعالوا ناخد المومنت حوالين اي نقطه ولتكن ايه مثلا، فالاي هنضيع الاي واي والاي اكس يمر فيها. مين اللي يعمل مومنت؟ الخمسه تعمل سالب لان مع عقارب الساعه، سالب 5 في 2، والسته سالب 6 في 2 برضو، والثمانيه برضو سالب في 4. البي واي الوحيده اللي تعمل طبعا الاي على اليسار فنروح له يبقى عكس عقارب الساعة، لكن الستة نازلة لتحت والاي على يسارها يروح لها كده فيبقى ناقص لان مع عقارب الساعة زائد بي واي في ستة يساوي صفر. البي واي نقدر نحسبها لان المعادلة فيها مجهول واحد، ماينس 10 ماينس 22 ودول 32 يبقى 54 على 6 تبقى 9 كيلو نيوتن، وبالتالي الـ AY الباقي من 14 اللي هو 5 كيلو نيوتن. يبقى كده خلصنا السؤال.